قال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. شهر هو عند الله من أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، وجعلتم فيه من أهل كرامة الله، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، واذكروا بجوعكم في جوع يوم القيامة وعطشه، وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، وغطروا كباركم وارحموا صغاركم، وصلوا أرحامكم، واحفظوا ألسنتكم. توبوا إلى الله من ذنوبكم، وأيديكم بالدعاء في أوقات صباح، إنها أفضل الساعة. ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوا، ويربيهم إذا نادوا، ويعطيهم إذا سألوا، ويستجيب لهم إذا دعوا. أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، ففكوها باستغفاركم، وزهوركم ثقيلة من أوزاركم، فخففوا عنها بطول سجودكم. واعلموا أن الله أقسم بعزته أن لا يعذب المصلين والساجدين، وأن لا يعذبهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، فليس كل ما يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازا على صراط يوم تزل فيه الأقدام. من هفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوما يلقى. أكرم فيه يتيما أكرمه الله يوم يلقى، ومن وصل فيه رحمة وصله الله برحمته يوم يلقى. بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فردا كان له ثواب، من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور. ومن أكثر فيه من الصلاة علي ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عنكم. وأبواب النيران مغلقة، فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم. والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين:
علي بن أبي طالب عليه السلام، فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل.